اللي هو فريق الاتحاد، منعطف مهم بالنسبة لنا، 3 نقاط فعلا بحثنا عنها خلال الفترة الماضية بعد مباراتنا مع الخليج. نعرف أن الاتحاد إذا داخل أرضه في أجواء مماثلة في الجوهرة، اللي أتكلم على الأجواء وليس عن الملعب الجميل، هذا أول مباراة لي في ملعب الجوهرة، الحمد لله كانت فال خير، أرضية ممتازة، ملعب جميل جدا نفتخر فيه في المملكة العربية السعودية. نعود إلى المباراة، المباراة كانت صعبة، أعتقد أن احنا صعبناها أيضا على الاتحاد، لأنه الاتحاد يعتمد على المساحات، يعتمد على سرعة لاعبية، يعتمد على الإمكانيات فردية كثيرة. فخور جدا ما قدمه لاعبيني، ولكن هذه كرة القدم. كان ممكن نضيف أكثر من هدف، خصوصا الشوط الثاني، أول الشوط الأول حصلت لنا فرصة أيضا لبن يطو، الشوط الثاني وكان المفروض أن احنا نضيف هدف حتى نتحكم في المباراة أكثر وأكثر، وريتم المباراة كان صعب، ولكن الأداء البطولي المرة الثانية أقول أنه العامل اللياقي مهم، العامل اللي هو كان السر في مباراة اليوم اللي هو 1-1، وأعتقد أن احنا كسبنا الثنائيات أمام الاتحاد، والاتحاد فريق كبير جدا وقوي بدنيا، إذا تكسب أمام الثنائيات تسيطر أكثر على المباراة.